مع ابننا رح نعيش مبسوطين مثل ما كنا، انت وانا وابننا وكمان انا. بوعدك اني رح اقوم بواجبي تجاهك وتجاه اولادنا كل حياتي. أنا رح أجهز كل شي مشان تحليل الأبوة، مشان إذا شاكك بكلام سارانج تقدر تتأكد. ويام بيكون ابنكم. ماتري، ليش طولت كتير؟ عرفتي شي؟ مين هو المتبرع؟ شو قال سارانج؟ هارش، ليش رجعت لحالك؟ وينو ابنك؟ هارش جاوب، عم بسألك أنا، مو رحت كرمال تجيب ابنك؟ وينو؟ جاوبني. شفت؟ أنا قلت لك من قبل، أنا قلت لك إنه سارانج بيكون عم بيكذب عليك، نبهتك من قبل إنه ما لازم تصدق كلامه، بس أنت متوقع من هداك اللئيم ما يكذب عليك؟ قول للكل، هو شو قال لك؟ شوف، ياش أنا ماتري، ليش مترددة؟ قولي مين يلي بده يتبرع لسوايا؟ كيف؟ هارش؟ كيف رح يصير هالشي؟ شو دخله هارش بسوايام؟ هو اللي دخله، لأنه هارش بيكون أبوه لسوايام.